باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنا بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد اللمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد، هذه الايات الكريمات والحديث الشريف كلها تدل على وجوب مراقبه الله، وان المؤمن يراقب ربه ويعلم انه سبحانه يراه ويشاهده ويعلم حركاته وسكناته، فليحذر ان يقيم على معصيته، وليحذر ان يبتعد عن ما اوجب عليه، فإن الله سبحانه عليهم بأحوال عباده، لا يتخفى عليه خافية. فالواجب على كل مكلف أن يستقيم على أمر الله، وأن يتباعد عن مناهي الله، وأن يحذر أن يراه الله على معصيته أو يراه تاركا لما أوجب عليه، فإنه لا تخفى عليه خافية. يقول جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. ويقول سبحانه: هو معكم أينما كنتم. ويقول جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا يخفى عليه خافي جل وعلا، هو سبحانه رقيب على عباده ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتقي الله في أعماله جميعها، وأن يراقب ربه في كل عمل، فإن الله سبحانه يراه ويشاهده. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو من القرآن ولا تعملون عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربه من ثقال في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول جل وعلا: إن الله على كل شيء شهيد. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور لما سأل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالناس يعبد ربه كأنه يراه، كأنه شاهده، حتى يستحي منه، حتى يؤدي العمل كاملا. فإن لم يرتقي إلى هذه الحال فليعمل على أن الله يراقبه ويشاهده، ولا تخاف عليه خافية، حتى يكمل عمله، حتى ينصح في عمله، حتى يسبق في عمله. يقول الله جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات. ويقول جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالمقام مقام العبودية يحتاج إلى صدق في العمل ونصح في العمل، حتى كأنك تشاهد ربك عند عملك وتستحي منه سبحانه وتعالى أن يراك على معصيته أو يراك مقصرا في أداء الواجب. وفق الله الجميع.
الله خير. الله يسلمك. إن ربك بالمرصاد. في كل شيء عام، مصالح لعباده، هم بالمرصاد لعباده، يعلم صالحهم من طالحهم، وسوف يصلون إليه وسوف يلقونه فيجازيهم بأعمالهم، لا أحد يفوته. الملائكة الحفظة هل يطلعون على نيتهم؟ يكتبون الأعمال والأفعال فقط، يكتبون أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها. الله يطلعهم على أعمال القلوب من خوف ورجاء ومحبة كل شيء. الإنسان بعين ولا يعرف من أصابه، كيف العلاج يحصل؟ وش يجري عن العين؟ مثلا أنه أحيانا يكون في ضيقة صدر، وهم على كلها نائم، وهم على كلها نائم، قد تكون أمراض داخلية غير العين. لكن إذا ظن في إنسان يطلب منه أن يغسل له وجهه ويديه أو يتوضأ له وجهه وكفيه وأطراف قدميه كما جاء في الحديث، ثم يتروش بذلك إذا تيسر له ذلك. مثلا هذا نفس فيه نفس يعني أصابته نفس، عند الناس الظنون كثيرة اللي ما عليها سلطان، هذا يظن نفس وهذا يظن سحر وهذا يظن جن وهذا يظن. الناس يتخبطون في المسائل هذه. يعني يكتفى بالرقية أحسن الله. الرقية كافية كل شيء. إلا من عين أو حومة. نعم. أحسن الله عليك. بالنسبة لآخر الحديث من علامة الساعة ترى الحفاء العراء العالة رعاء وشاة في البنيان، هذا الزمن يكون هذه صفة العرب السابقة. نعم. ثم تطور الناس من قديم وهم من تونة. نعم. هم من ذات طويل، هذا من علامات المتقدمة المستمرة. وهذا الزمان شبيها هذا شيء أو أكثر. صلى الله عليه وسلم. لكن علامات كبيرة سوف تأتي.